أنا أقول يا سعد سامحني يا سعد، ويا سعد يا سعد يا سعد. آه الله الله يا أحمد، لو أشيل لو أشيل عن الناس كلهم، لو أشيل عن الناس كلهم يا أحمد، إلا أنت مشي عليك. خبعت في المقام. شخص مثلك يا أحمد، واحد مثلك يا أحمد، شايل في صدر القرآن، تتوقع حد بيشيل عليه شيء يا أحمد؟ عطني الجواب يا أحمد. وأقول يا حامل القرآن، قد خاصك الرحمن بالنور والتيجان، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والنور والريحان، يا دائم الترتيل بالذكر والترتيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا حامل القرآن. الله الله. ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفني، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن صغيرا حين غربته. لا لا لا, لا. الله الله، مو حافظها كاملة حتى أنا والله. في واحدة حلوة. ليه؟ أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين، يا سيد الأخلاق يا نور السلام، يا من أرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي ومن له أنشك ربي رحمة للعالمين. يا سيد الأخلاق يا نور الزمان، يا من أرى في هديه
بر الأمان. أنت النبي الهاشمي محمدان. أنشأك ربي رحمتان للعالمين. أطفيت على الحسن العذقا فالورد تطوع وتنقى. حسن يا رب لنا الخلق طهر فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا. حلوة حلوة. الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ولع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين. سقاه الله تعالى رحمة للعالمين. فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. الله الله. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر. بجمالها تتحدث. أقرار. لا أنت خليك قرار. بجمالها تتحدث ولا أرى. هل هذه الدنيا يا ظلام من في ظلام مستمر. مدي لي يديك عسى يزاولني السحر. عسى يزاولني الضجر. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون. نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تنام. نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. الله الله. في وحدة أمه. وش هي؟ أمه بس على موال. ها؟ أمه. وش هي؟ أنا بقول أمه وأنت تقول ماهو. يلا. أي
وكما ان الليل الليل تعبان الصوت مولي تعبان ما علي الجلسة هذه يا أحمد أقول أقول أما قلنا لك قول ما هو ما هو ما هو أمه ما هو يا أحمد ما هو أمه لا تجزعي فالحافظ الله أمه لا تجزعي حافظ الله أمه قد سلكنا طريقا قد سلكناه أمه أمه بالله أمه لك في القلب شوق وحنين ولو تعلمين لو تعلمين يا أمي يا أمي لو تعلمين لو تعلمين لو الفراق البعيد والدرب الطويل لن يغنيني عن شوقك يا أمي 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 يا أمي أمي على أمك يل بعدها وياك ومو فوق الظهر عالرأس خليها دنيا بلا يا أم ما تسوى بيها نعيش اللي بهيج دنيا أمي ما بيها أو دير بالك على أمك يل بعدها وياك دنيا بلا يا أم ما تسوى بيها نعيش اللي بهيج دنيا أمي ما بيها دير بالك دير بالك على أمك يل بعدها وياك دير بالك على أمك يا سعد يما يا يما يا يما يا يما يما يا يما قطع منك يمه يمه يا نبع الحنان يمه ويمه يا نبع الحنان يا عطر روح المكان الغلا باقي زمان وانتي اغلى من العيون ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي يا بلسم شفاي إيه أحبك للجنون شفتك تسوى كثير والله إن قلبي لك أسير حبك بقلبي كبير وانتي اغلى من العيون
عط اللحن هذه وبدش عليك مقدمة. إيش؟ عطنا اللحن. أنزل الطبقة ولا نفسها؟ خلها كذي وبدش صو. يلا. دش ما عليك. نفس الطبقة ولا أنزل شوي؟ أنزل خفيفة حلوة ناعمة. أمي يا نبع الحنان، أمي يا نبع الحنان، أمي الغالية، قولي للبعاد إيش سوى وياي، قولي للشقى الشقى باقي بعده ما زال. يا أمي يا أمي لو تدرين وش البعاد وما يسوي، يا أمي الشوق والشوق والشوق طويل وبالي ما بعد وما بقى فيه إلا القليل. يا يما يا يما أقول كلماتي وأنا تقطع وأنا تقطع وقلبي أسير. يا يما يا يما ما بقى بقلبي كلمات، ما بقى بصدري شعور، مالي بقى بالظهور، مالي بقى بالظهور، شوفتك يا يما تسوى كثير، شوفتك يا يما والله تسوى كثير. أمي يا نبع الحنان لك من قلبي سلام، سلام اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملام، اقبلي من اعتذاري وارفعي عني الملامة، وارفعي عني الملامة، وارفعي عني الملامة، عني الملامة، وارفعي عني الملامة، وارفعي عني الملامة، وارفعي عني الملام، وارفعي عني الملام. تصبح على خير. تصبح إذا قال لي أحد تصبح على خير شو أقول له؟ حبيبي ها؟ هلا. إذا قال لي أحد تصبح على خير شو أقول له؟ وأنت من أهله. وأنت من أهله صح، نسيت. أنت من أهله. تلاقي الخير. فمن الله يا أحمد بروح أنام، لا تنسى تصحيني صلاة الجمعة يا أحمد يا أحمد، لا تنسى تصحيني. طيب توسخ ثوبي، الله يهديك الله يهداك، ونعالي نسيتها طاحت تحت، لا الله يهداك ويصلح قلبك يا ربي يا ربي يا ربي يا بسم الله. الله يستر. لا ييني شيء. يو ذكر سمي الله يطول عمرها. يو قبل أدخل البرنامج كانت أمي تقول اسمع قبل لا ترقد اطلع عند الكاميرات وقر قرآن وروح ارقد. يا الله انت تذكرها بالخير. يلا ابشري، هذه عشان امي. تقول قبل لا تروح ترقد اطلع في البث وقر قرآن ثم نرجع ارقد. يا حليل يا يمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا نسيت شكرا استغفر الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا تصبحين على خير يا أمي. يا الحبيب اللي طواريه تجري بدمي وشرياني انت من سماك غاليه في وجود نصفي الثاني يا الحبيب اللي طواريه تجري بدمي وشرياني انت من شي حبيت اهل دار